الهوى عالهوى. سوا طول سوا طول ما بيبعدنا المكان. سوا عالهوى من ميشيغان وواشنطن. من يوم اللي اتكون يا وطن الموج كنا سوا. من يوم اللي بيعتك يا وطن الغيب رح نبقى سوا. من ميشيغان on WNZK 690 AM ومن واشنطن on WDMV 700 AM. سوا سوا في الهوى سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا. لما نكون سوا يا حياتي سوا دايبين بالهواء أسعد الله صباحكم بكل خير. من وراء الميكروفون ليلى الهوى ليلى الهوى ليلى الحسيني يرافقني من دبي الزميل محمد عبد الظاهر مساعد رئيس تحرير زاوية أحد الخدمات التابعة لتومسون رويتر وأيضا الصحفي في تلفزيون دبي. صباح الخير محمد. صباح الخير ليلى وصباح الخير للمستمعين في شيغان والمستمعين في الشرق الأوسط. صباح الخير لكل مستمعينا سواء الهواء من ميشيغان وواشنطن. اليوم الثلاثاء الموافق 26 مارس أذار في برنامج سواء الهواء من ميشيغان وواشنطن. لمستمعينا في ميشيغان توليرو أوهايو وينزر كندا بإمكانهم الاستماع إلينا عبر WNZK 690 AM. البرنامج يبث على الموجة المتوسطة WDMV 700 لمناطق واشنطن فيرجينيا ماريلاند. أيضا بإمكانكم الاستماع للبرنامج عبر تليفونكم الخاص بالاتصال من أي هاتف نقال على الرقم 708-489-0120. من هذا الرقم 702-489-0120. نتلقى اتصالاتكم مباشرة من داخل أمريكا على الهاتف 248-557-3300. أيضا للاستماع من كل أنحاء العالم بإمكانكم الاستماع إلينا عبر الإنترنت www.facebook.com/gmmradio. للاتصال بنا عبر سكايب من كل أنحاء العالم US Arab Radio. صباح الفل مرة أخرى لكل من يتابعنا هذا الصباح. محمد كيف الطقس عندكم اليوم؟ الطقس اليوم يميل إلى الجو الربيعي وهذا شيء غريب على دبي. الجو الربيعي اللذيذ الحرارة تقترب من 27 يعني جو ربيعي في أيام دبي. اليوم جو ربيعي في دبي وجو غائم في معظمه اليوم في ميشيغان مع احتمال تساقط خفيف للثلوج والحرارة العليا حوالي 43 فهرنهايت سرعة الرياح 10 ميل في الساعة. مساء يستمر الطقس غائما مع الحرارة ستكون 30 ميل في سرعة رياح 30 ميل في الساعة. صباح الفل لكل مستمعينا. يأتيكم برنامجنا هذا صباح برعاية ومؤازرة من زاوية أحد الخدمات التابعة لتومسون رويتر مركز الزحيلي للاستشارات الطبية المحامية جمانة كيروز وأيضا مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية. بعد فاصل قصير للإعلان سنكون معكم وزميلي العزيز محمد عبد الظاهر وموضوعنا لهذا الصباح غياب دور مؤسسات المجتمع المدني في ظل ثورات الربيع العربي. بعد الفصل تابعوا معنا. سوا على الهوى يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير صباح الخير أمريكا. من يوم اللي اتكون يا وطن الموج كنا سوا. سوا على الهوى إذاعة إليكم من واشنطن وميشيغان مع ليلى الحسيني ومحمد عبد الظاهر. انتظرونا الثلاثاء الأخير من كل شهر في ساعة اقتصادية جديدة في تمام الساعة 8 صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة برعاية زاوية إحدى الخدمات الصحفية التابعة لتومسون رويترز.
غاب دور مؤسسات المجتمع المدني العربية في ظل ثورات الربيع العربي إلا القليل منها في دعم المشاركة والرعاية لشعوبها، وانخرطت العديد منها للبحث عن دور سياسي ليتراجع دورها الإنساني والمجتمعي. ومن الأمثلة الفعلية على ذلك الأزمة السورية الحالية التي غابت عن مؤسسات المجتمع المدني أو حتى الحكومي العربي، وتركت العمل للمؤسسات الحكومية في تركيا أو الأجنبية للوصول إلى النازحين بالداخل السوري أو اللاجئين على حدودها المتفرقة. مؤخرا توقع المفوض الثاني لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أنطونيو جوتريس زيادة أعداد اللاجئين السوريين مرتين أو ثلاث مرات على العدد الحالي بحلول نهاية العام الجاري 2013، متوقعا أن يزيد العدد عن 4 مليون لاجئ، وذلك إن لم ينتهي الصراع الدائر في البلاد. بالفعل ليلى، وفي ظل تزايد تلك الأعداد تتصاعد مشكلات أكبر داخل معسكرات اللاجئين من ناحية، ومشكلات أخرى بين النازحين داخل سوريا من ناحية أخرى، الذين يقعون فريسة بين مطرقة النظام القانع من ناحية وصعوبة وصول غلطة الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى المطالبة بدور فعال في مؤسسات المجتمع المدني العربي لتصل هؤلاء اللاجئين والنازحين في الداخل أو غيرهم في الخارج. ولعل ضعف دور المؤسسات المدنية ومساهمتها في ظل ثورات الربيع العربي زاد من دعوات ظهور بعض المبادرات الفردية التي حملها بعض الأفراد داخل المنطقة العربية وخارجها. اليوم ليلى سوف نناقش بعض هذه المبادرات المجتمعنا العربي سواء داخل أمريكا أو خارج أمريكا لسد فراغ المؤسسات غير الحكومية حيال الأزمة الحالية في سوريا وفي بعض دول الربيع العربي. نعم محمد، بعض الأفراد في مجتمعنا العربي الأمريكي الذين أخذوا زمام المبادرة في هذا الجانب التطوعي، المحامية القديرة الأستاذة جمانة كيروز والدكتورة عبادة الزحيلي. المحامية كيروز ستتحدث لاحقا عن مؤسستها الخيرية التي تقدم المساعدات العاجلة للمحتاجين في لبنان. أيضا سيتحدث الدكتورة عبادة زحيلي عن المؤسسة السورية الأمريكية الطبية التي تقوم حاليا بمساعدة اللاجئين السوريين في دول الجوار، وأيضا نشطاء في العمل الإغاثي والإنساني التي نأمل إن شاء الله أن يتواصلوا معنا خلال هذه الساعة. من لبنان أيضا بانتظار انضمام السيد لي فرح ليطلعنا عن المؤسسة الخيرية التي أسستها سيدة جمانة كيروز تحت اسم مؤسسة جمانة كيروز الخيرية، ليطلعنا من أين الفكرة جاءت وكيفية اختيار العوائل أو الحالات في المجتمع المدني والسوري. محمد؟ نعم لا أسمعك جيدا، ولعلي أنا كنت بالتو مع أحد مسؤول الأخبار في أحد القنوات التلفزيونية. نعم، تحدثنا سويا عن المؤسسات العمل المدني المؤسسات الخيرية وكيف أنهم يسهلون التواصل مع قيادات في الجيش الحر ومع بعض المنظمات الإنسانية داخل الأراضي السورية لوصول تلك المساعدات مباشرة إلى مدفعيها سواء كانوا من النازحين أو غيرهم من العائلات التي تقع داخل خط النار. محمد، الآن وردنا مباشرة من السيد إلي فرح أنهم يقومون طوال النهار بتصوير هذه الحالات وتوثيقها، لذلك السيد إلي لم يكون قادرا على التواصل معنا في الساعة 8:10، ولكن من الممكن أن يتواصل معنا إن شاء الله من خلال البرنامج لاحقا. عناوين رئيسية محمد لهذا الصباح وموضوعنا هام جدا، غياب دور مؤسسات المجتمع المدني العربية في ظل ثورات الربيع العربي وما قبله على ما أعتقد. أرى هذا محمد أيضا في محيط جاليتنا العربية الأمريكية، لم يعد لهذه المؤسسات دور كبير في العمل الإنساني والإغاثي على الرغم من وجود مؤسسات كثيرة في مجتمعنا العربي الأمريكي، وأيضا هذا ينطبق على المؤسسات في الوطن العربي لأسباب عدة كما يرى البعض. هل ترى هذا محمد؟ لأن مؤسسات المجتمع العربي في دولنا العربية أراها أنها بدأت كذكور، يعني ذكور أمام المجتمع الدولي أننا لدينا مؤسسات فعالة
تعمل في مجالات مختلفة، لديها القدرة على الانخراط في العمل السياسي، لديها القدرة على الانخراط في العمل الاجتماعي والوصول إلى المستهدفين أينما كان. ولذلك بدأت تلك المؤسسات تأخذ شكل رسمي أكثر من شعبي، وخاصة في ظل مبادرات مبادرة الملوك والرؤساء والشيوخ في دعم تلك المؤسسات وخلق مؤسسات حركية فاعلة داخل المجتمع. وجدت أن أيضا يعني الباحث لتلك الظاهرة يجد أن معظم تلك المؤسسات تتحرك بتوجهات شبه سياسية في مناطق معينة في خدمة أفراد معينة، قلنا منها من يتحرك بوجهات نظر فردية أو مبادرات فردية داخل العالم العربي. محمد، أليس من المفترض أن هذه المؤسسات أو المؤسسات المجتمع المدني تكون أداة التغيير الثقافي والوعي المجتمعي بكل مضامينه وعلى مدار تأسيسها لم تنجح في خلق هذا الوعي لأسباب كما أشرت مرتبطة بالقائمين عليها وأهدافهم منها؟ يعني لو كانت هذه المؤسسات تحمل أهدافا توعوية قد تساهم فعليا في تطوير الوعي الثقافي استثماره للتغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، هل تجد أن هذه المشكلة تكمن في التمويل في توفير مصادر استمرارتها وعدم وجود جهات وطنية داعمة لرؤوس الأموال على تفعيل دورها؟ وهذا هذه أحد الأسباب الهامة، وعدم وجود تمويل من ناحية، لكن السبب الأكبر هو ثقافة التطوع وثقافة العمل المدني. نحن في الأمة العربية في العالم العربي نحتاج بشدة إلى نمو وارتقاء تلك الثقافة، ثقافة العمل التطوعي بدون هدف. هذا يتنافى تماما عن طبيعة أهداف المؤسسات المدنية أو العمل التطوعي. على الجانب الآخر محمد، كما أشرت هناك مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت جمعيات أو أحزاب أو نوادي أو نقابات أو اتحادات في عالمنا العربي ارتبطت كما أشرت بمصالح أشخاص أو أفراد أو مؤسسات دولية حتى ارتبطت بالحزب الحاكم، بالتالي فإن دورها لم يكن فعالا ليحقق الهدف المرجو لخلق حالة وعي قادرة على قيادة ثورات مثل ثورة الربيع العربي. بعد دقائق ينضم إلينا محمد الدكتور عبادة الزحيلي، the president of Syrian American Medical Society، لنحاوره أيضا في موضوعنا لهذا الصباح بعد الفاصل. دكتور عبادة الزحيلي سوا على الهواء يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموج كنا سوا. الدكتورة عبادة الزحيلي أخصائية أمراض السكري والغدد الصم، يعمل على إجراء الأبحاث منذ أكثر من 12 عاما، وهو منكب حاليا على عدد من الدراسات السريرية التي تضم المرضى البالغين والأطفال المصابين بداء السكري من النوع الثاني. يتلقى المشاركون في الأبحاث السريرية تحت رعاية الدكتور زحيلي فحوصات مخبرية وطبية مجانية، إضافة إلى اللوازم الطبية والأدوية للمساعدة في علاجهم. كما يتم دفع طعام للمشاركين المؤهلين في البحث وتغطية نفقة التنقل والوقت الذي يقضونه في الأبحاث، إضافة إلى تقديم الرعاية الفائقة لهم في علاج مرض السكري والسيطرة عليه. وقد تم رفض قسم الأبحاث بموظفين ودودين ذوي خبرة يعملون على إدارة برامج رعاية المرضى وجدولة إقامتهم. يمكنكم زيارة زحيلي للاستشارات الطبية على 1331 مورو ستريت في مدينة جيربون، أو call in 313-581-8903. That is 313-581-8903. مباشرة معنا على الهاتف الدكتور عبادة الزحيلي، the president of Syrian American Medical Society. صباح الفل دكتور زحيلي. صباح الخير، أهلا وسهلا ليلى. صباح النور. صباح الخير دكتور زحيلي.
اهلا وسهلا. على الطرف الاخر دكتور زحيلي زميلي محمد عبد الظاهر مساعد تحرير رئيس الزاوية التابعة لتومسون رويترز وايضا صحفي في تلفزيون دبي. محمد ماذا لديك للدكتور زحيلي حول موضوعنا لهذا الصباح؟ دكتور زحيلي انا اشاهد عن كثب دور مؤسسكم الاجتماعية الفعالة خلال الفترة الماضية للوصول إلى النازحين واللاجئين على حد سواء السوريين داخل وخارج الأراضي السورية. لكن دكتور زحيلي يعني أنا كنت في حديث مطول مع أحد الأشخاص المهتمين بدخول المساعدات الإنسانية إلى الحدود السورية وأكد لي أن هناك العديد من الصعوبات في الوصول إلى النازح السوري. هل أنتم في مؤسساتكم تشبه هذا وكيف تتغلبون على تلك القضية؟ الحقيقة شكرا كثير لهذا الموضوع لسهامكم. نحن في السير أمريكي ميديكال سوسايتي الحقيقة واجهنا صعوبة والتعاون مع منظمات أخرى. يعني نحن استغلنا أصلا مع منظمات عندها خبرة, منظمات إنسانية عندها خبرة 50-60-70 سنة في العمل الإنساني في معظم دول العالم, وكلهم أجمعوا على نفس الكلام, لم يجدوا يعني مثل الصعوبة اللي موجودة الآن في التعامل مع الشعب السوري. يعني في أي مكان في عندك زلزال, في عندك كارثة إنسانية, في عندك مشكلة, الحكومة الناس بتيسر للوفود الإنقاذ ترحب بها. يعني المساعدات الإنسانية لما تأتي, الوفود الإنسانية لما تأتي ترحب بها الجوفرمنت, تساعدها, تخليها يعني تقوم بعملها وتسهل لها العمل. بالعكس في بالنسبة للوضع السوري المنظمات الإنسانية صارت ليس فقط في صعوبة في القيام بعملها, في عرقلة في القيام بعملها, بل صارت هدف. يعني صار الطبيب والمسعف هو هدف للقتل قبل المريض نفسه. يعني بنشوف على الفخر على التلفزيون السوري لما بيظهروا انهم انكشفوا مشفى في مكان بيش بيعالج فيه المرضى, انه هذا كشفوا وكر ارهابي, وكانه وكر ارهابي اللي هو مشفى بيعالج فيه مرضى لانه ما عم يستطيعوا من خوف يروحوا على المشفى الحكومي. هذا يعني هذه الاشياء يعني حتى الصعوبة ليس فقط في داخل سوريا, للأسف انه في علاقات مريبة للنظام السوري مع المراكز اللي حوله, حتى المنظمات الانسانية اللي حاولت تعمل في الدول المجاورة عم تواجه صعوبة, عم تواجه ملاحقة, عم تواجه اضطرابات. حتى الناس اللي عم يحاولوا يشتغلوا حتى بخارج سوريا عم يواجهوا كثير من الملاحقات, كثير من المضايقات. الوضع في سوريا يختلف عن كثير من المنظمات اللي لم يجد مثل هذا الوضع أبدا. وصارت المنظمات الإنسانية عم تشتغل في السر في الخفاء تحت الأرض, اللي تيجي تشوف تحت السر طبعا, لأنه كل إنسان عم يشتغل عم يعرض حياته للخطر لينقذ حياة شخص آخر. شفنا آلاف الفيديو اللي فيها شخص عم يسرع شخص آخر وقتل وهو يسرع في الشخص الآخر. هذا الوضع ما موجود أبدا بأي دليل بالتاريخ, ما سمعنا في هذا الشيء إنه المسرع في الطبيب هو الهدف للقتل. في صعوبة في توصيل, يعني أحيانا حاوي يعني الناس مثلا هنا والمساعدات الإنسانية الحمد لله الناس لا تقف, ما في أسهل شيء إنه نحن نجمع حاوي أغراض ونبعثها لسوريا. الصعوبة الصفي مين بيستقبل هذه الحاوي وين بدها تروح؟ طبعا سوريا مجرد ما تروح لسوريا هناك سوريا بيستقبل هذه الحاويات تأخذ للنظام وتوطى للمناطق الموالية للنظام واللي هنا بالأصل عندهم كل الخدمات. في عندك مشكلتين, ان الأمم المتحدة والدول المانحة والحكومات لما عم تقول أصدقاء سوريا عم تعطي 100 مليون و 200 مليون و 300 مليون لسوريا ويبرين حسب قانون الأمم المتحدة أن يعطوا هذه المساعدات للحكومة السورية, فما يصل شيء للشعب اللي من الأصل في هذه الحكومة السورية عم تستخدم هذه الأموال حتى تعطيها للمناطق اللي الأصل عندها خدمات وعندها موالية إلها. فالناس اللي من الأصل هم هربين ومن الأصل هم خايفين ومن الأصل هم لاجئين وخايفين من الحكومة واللي هم الغالبية واللي هم أكثر من 15 مليون سوري ما عم يصلهم شيء. فكل المساعدات اللي نسمع عنها حكوميا ودوليا والأمم المتحدة وأوروبا بحسب قوانينهم لا يمكن أن يتعاملوا مع منظمات على الأرض, لا يمكن أن يتعاملوا إلا مع الحكومة السورية, فمعناتها ما عم يصل شيء إلى الناس المحتاجين فعلا على الأرض. الطريقة الوحيدة للوصول إلى المحتاجين على الأرض هو العمل السري للمنظمات الـNGOs. الحقيقة كشفنا ذا الفترة أنه في ناس يعني ضحي بحياتها, في ناس من جميع الجنسيات, يعني في ناس
في اكتشفنا ناس انا سكنا بامريكا بدول عربيه اخرى في دول اوروبيه في دول افريقيه حتى من امريكا من عدة دول العالم. في ناس عم تذهب وعم تضحي بحياتها عم تضحي بأوقاتها عم تضحي بأنا فقط بسبب إنساني لتساعد وتخاطر بحياتها وتعرف أنه في صعوبة بالعمل هنا. لكن دكتور حي هل قمت بعض المنظمات أو المؤسسات الحكومية التي تعارض أو تضع عراقيل ولحد من وصولكم إلى اللاجئ الذي يستحق أو النازح السوري الذي يستحق؟ طبعا يعني الـ يعني اي منظمه يعني للاسف انه تقسمت المنظمات الى منظمه يعني المنظمه تقسمت مجرد ما تقول انه انت انا بساعد المحتاج السوري على الارض فانت اصبحت معارض للنظام. يعني ما بعرف اصلا من اجى التقييم. حتى المنظمه اللي هي غير سياسيه مجرد ما قالت انه انا بدي ساعد المريض السوري في الارض بدي ساعد المحتاج في الارض هذا فقط مجرد ما قلت هذا الكلام فانت اصبحت معارض بكل الدول العالمية صارت معارض. فصار في صعوبات من الحكومة من العراقيل هذه المنظمات خلص لا يمكن حتى أي أن يعني أصلا أي شخص يعمل في هذه المنظمات صار ملاحق حتى في الدول المجاورة وليس فقط في سوريا فقط حتى في دول مجاورة لم نستطيع من هذه المنظمات أن أصلا نروح عليها في يعني في سوريا نفسها طبعا في هذه المنظمات ما يمكن تقوم بأي عمل يعني لأنه في صعوبة تقسمة المنظمات. المنظمة الجيدة هي فقط بالعرف السوري هي المنظمة التي تقول الكلمة النظام انه النظام هو كامل والناس كلهم مخربين والشعب السوري كله ارهابي ولا يصلح الا هذا هو فقط المنظمة الجيدة. هذه المنظمة الجيدة هي تستطيع ان تدخل وتقدم مساعدات انسانية لموالين النظام اللي هم 1% من الناس. دكتور زحيلي 90% من الناس اللي ما موالين النظام هقول كل مرهبيين واي منظمه انسانيه تحاول ان تدعم هؤلاء 90% فهي منظمة ارهابية ويجب القضاء عليه. هذا العرف السوري وكل جيران سوريا وكل العرب لذلك حتى الشعب السوري الان كفر حتى بالعروبه كلها. دكتور زحيلي هل يوجد تنسيق بين هذه المنظمات؟ يعني كما أشرت هناك صعوبات فعلية في العمل الإغاثي نفسه هناك عراقيل لهذه المنظمات وفوق كل هذا وذلك لا يوجد تعاون بين مؤسسات المدني. يعني هل ترى هذا في المنظمات القائمة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك تعاون على الأقل فيما بينها؟ والله هذا في تعاون معظم الناس في تعاون من الناحية الصحية أنا مثلا من الناحية الإنسانية ما مشتغل إحنا مجال صحي بالنسبة للإنسان نحن عضو في حوالي أكثر من 15 منظمة في من دول الخليج السوريين عندهم منظمة في أوروبا أطباء السوريين عندهم منظمة في أوروبا شمال أمريكا جنوب أمريكا في عدة منظمات طبية هي في تعاون كامل في بينتها وفي مثل يعني بورد أعلى ينظم حتى ما يكون تكرار للعمل. هل في اخطاء هل في اشياء فرديه طبعا كل شيء بصير لانه احنا يعني فجاه السوريين حطوا بوضع ما متعودين عليه ما في خبره لكن مع ذلك هي يعني لولا هذه المنظمات اللي عم تشتغل بالمجال الصحي اللي قدرت توصل حوالي تفتح حوالي 200-300 مشفى ميداني وتوصل الاطمان من المساعدات الطبيه لداخل سوريا لكان عدد الضحايا ارتفع عشرات الاضعاف عما نشاهده الان لكن معظم الناس اللي جرحت تركت للموت يعني في عندي كلك آلاف الناس التي يعني تشفى وتعالج في هذه المشافي الميدانية التي تشرف عليها هذه المنظمات الإنسانية وفي تعاون بيناتها يعني ما أقولك أحيانا في أشياء فردية وفي أخطاء وفي نسمع هنا كلام وكلام لكن بشكل عام من الناحية الصحية في تعاون بين هذه المنظمات في تواعب المناطق إنه يغطي هذه المنطقة من الحاجة هنا الحاجة هنا لكن الحاجة يعني تحكي انت عن 10 ملايين او 15 مليون لاجئ داخل سوريا هذول مهجرين لاجئين النظام قطع لهم الكهرباء والماء ورمى فوقهم الزباله ورمى فوقهم القمامه وعم يصرخ عليهم السكاد وفلت عليهم الانهار الوسخه في امراض رجعت الان لسوريا ما سمعنا فيها من 100 سنه في حبوب عم نسمع ما هي هذه الامراض دكتور؟ مرض الليشمانيه مثلا هذه حبه حلب كان يقال لها هذه البعوضة قضي عليها بسوريا من 50 سنة الآن مثل الجراد انتشر كل أهل حلب أنت اللي بدير الزور حتى الذي مشق وصلت هذه حتى وهذه تسبب يعني مرض معين مشوه واختلاطات خطيرة أمراض حتى الالتهابات الكوليرا
يعني الطاعون، امراض يعني الريكتس، امراض نقص التغذيه. ففي اطفال كثير عم تقوم يعني عم تموت من 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 امراض انسانيه بسيطه يعني. المناطق العالميه لديها علم بتلك الامراض المنتشره او لديها وصول الى المرضى في هذه الانحاء؟ كل شيء تقوم به منظمات عالميه بقانون الامم المتحده والكل كذا يعني. وجلسنا مع الامم المتحده ما اخر مره قرروا 200 مليون مساعده للشعب السوري، جلسنا معهم وقلنا نفس الوضع، فقالوا انه بقانونهم ما بيستطيعوا الا يقدموا مساعدات للحكومه السوريه. يعني بمعنى عم تدعم النظام بدل بقتل الناس بدل ما تدعم الناس المحتاجين. للاسف يعني لا يمكن لاي منظمه دوليه ان تساعد مباشره هذه مثل هذه الامراض يعني. هذه الطريقه الوحيده هو فقط انه يكون في عدد من الاطباء الشجعان اللي مضحين بحياته واللي عم يموت منه كل يوم. يعني كل يوم واحد من هؤلاء الاطباء يقتل يوميا يعني، او عيلته او افراده. والله في واحد حتى الان قتل 16 واحد من افراد عيلته، هو ما زال صامت في مشفى ميداني عم يعالج المرضى. لكن دكتور ماذا عن هذول؟ ما عم يوصلوا، ما عم يقدروا يوصلوا. لا يعني وفي حقيقه في اطباء عرب عم يجوا من مصر، في اطباء عرب عم يجوا من ليبيا، في اطباء عرب عم يجوا من دول الخليج، اطباء عرب عم يجوا من السودان. الحقيقه دكتور زحلي، هل هناك اي دور لهم معالجات؟ لكن كل عم متى اقول لك في مخاطره بحياتهم، في اشياء فرديه ما يمكن تقوم اشياء على شكل منظم كبير بسبب الصعوبات البالغه في الدخول والخروج من الاراضي السوريه. دكتور في اقل من دقيقه، هل ترى هناك دور فاعل لاطباء ومنظمات عربيه في هذا المجال على مستوى المنظمات في الوطن العربي؟ الان للاسف ما حنقول انه نحن لولا يعني كشعب عربي، كل الشعب العربي متعاطف مع الشعب السوري، لكن كحكومات كمنظمات ما شفنا الا الخذلان يعني. يعني حتى الارقام نسمع عنها، حتى المساعد نسمع عنها من هالدول هنا وهناك، حتى الان ما شفنا اي شيء. ما حقيقة يعني في شيء بسيط، في شيء محاولات خجوله يعني من المنظمات الطبيه. للاسف انه حتى المنظمات الطبيه الرسميه في الدول العربيه مسيطر عليها من قبل الحكومات. هذه المنظمات يعني نقابات الاطباء، منظمات وزارات الصحه هي التي تحدد مثلا معالجه المرضى، استقبال اللاجئين، رسالة الأطباء السوريين للعمل في الدول المجاورة لإنقاذ السوريين وعنف السوريين. هذه صعوبة بالغة جدا في العمل. السبب أنه هذه الدول ما عم تسمح بهذا الشيء ولا عم تساعدنا بهذا الشيء، والمنظمات الطبية بهذه الدول ما عم تساعدنا بشيء. على سبيل فردي وعلى سبيل المساعدات الفردية، الأخوة في شمال لبنان يقوموا بدور رائع في المساعدة، الأخوة في الأردن يقوموا بدور رائع، الأخوة في عدة في مصر سمعت أخبار جيدة جدا عن يعني المساعدات القنوات السورية رائعة جدا جدا. نعم هذا على سبيل فردي يا دكتور. فردي. نعم. منظمات نعم. حكومية، منظمات طبية، كل المنظمات الطبية العربية مرتبطة بالحكومات ولا تقوم بأي شيء وتخاف من أن ترتبط بأي شيء إذا ما حكومتها. ونعرف نحن القرار حتى الآن يعني ما في أي نوع من المساعدات للشعب السوري. دكتور عبادة زحيلي، the president of Syrian American Medical Society، شكرا لك على المشاركة وإلقاء الضوء حول دور المؤسسات المدنية الفعلي في العمليات الإغاثية بشكل عام في الوطن العربي وتحديدا خلال الأزمة في سوريا. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا.